السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع بجاية لنقف على الأشغال تاع الخط السكك الحديدية اللي يربط مدينة بجاية بالخط الشمالي للسكك الحديدية على مستوى مدينة بني منصور، واللي الأشغال الآن راهي في على قدم وساق، والملاحظ أنه فيه منشآت كبرى، منشآت فنية كبيرة جدا، فيه جسر، يعني جسر نتاع حوالي 2 كيلومترات، وفيه 2 أنفاق وعدة منشآت فنية ومعابر على مسارات الوديان وكذلك مسارات الطرق الولائية التي تمر على هذا الخط نتاع السكك الحديدية لمدينة بجاية. أترككم تتابعون، والسلام عليكم.